أنا لعب ليحة. هاي قصتي. أنا محمد رشيد وهاي قصتي. أنا حياة جابر وهاي قصتي. أنا عمر عدنان عبد الله وهاي قصتي. أنا جراح الحوامدي وهاي قصتي. معاك عامر الطاهر أخوك المختار وهاي قصتي. البداية كانت من سنة 2010 لما صرت مرض السرطان، وعشان الدكاترة قدروا ينقذوا حياتي كان لازم يعملوا بتر لرجلي لحتى أنا أقدر أستمر بالحياة. كنت دائماً وأنا بشتغل لما بيجي فيلم أو بيجي كليب أو كذا أحكي للشباب لازم يجي يوم من الأيام وينزل اسمي على فيلم. وأفاجأ في آخر المهرجان بإني حست على جائزة أفضل ممثلة دور تاني بالتنافس مع 13 ممثلة محترفة. كانت 9 جوائز في المهرجان، جائزتي كانت هي الجائزة الوحيدة بإجماع لجنة التحكيم. تخيل أنت أي شيء أقوى شيء فيه أنت الرسم، يحكوا لك المجتمع أن أنت فاشل. حطني لحالي بس تسمع موسيقى، هاي لستي. عملنا راب بجاملش بالمجتمعات بتستحي. الكلمة أقوى من السلاح، باجي واقف وين ما تزيد. لأنه أنا بحس حالي I'm an artist, I can do lots of stuff. في بيوم من الأيام إجتني واحدة هي وثلاث شباب، ما بعرف مين هي، كنت مسكر المحل، بتقول لي بقولوا لي بدنا نشرب عصير، قلت لهم أنا مشطب بدي أسكر المحل، ما بعرف مين هي. بعديها خلص قررت إني بدي أترك المدرسة، حكيت لأبوي الله يرحمه، قلت له يا أبا أنا بدي أترك المدرسة. فيوم كان الخيار إنه قالوا لي راح تشتغل مع أخوك بالصالون، أخوي كان حلاق. في هذاك الفترة التميت على الدواوين والزعران، وكنا أيام إشي روعة. هون التزمت دينياً وتزوجت في هذيك الفترة، فتركت الحلاقة ورحت اشتغلت في النشر في طباعة الكتب، اشتغلت في دار نشر إسلامية. المفارقة في الموضوع والحلو في الموضوع إني أنا أمي لا بقرأ ولا بكتب، لا أدرك إلا الشغف، لكن هذا الشغف كان بده تهذيب، كان بده توجيه، كان بده إنه شخص مدرك وأكاديمي يقدر يعطيني من خبرته لحتى أكون بالشي اللي أنا وصلت له هلأ. كون شخص عادي وعايش حياة عادية وبتمارس حياتك كأي طفل، وفجأة يصير عندك تغير بالحياة بنسبة 180 درجة، صراحة الموضوع له تأثير نفسي كثير كبير، بس لازم نتأقلم مع الوضع الجديد اللي بصير معنا، لأنه الإنسان دائماً أو جسم الإنسان بطبيعته بيحاول دائماً يوصل للنجاة، يوصل للإشي الأفضل اللي يخليه مستمر في الحياة. فما كان الحل الوحيد غير أني أتكيف مع هذا الموضوع لحتى أقدر أستمر في الحياة وأقدر أستمر في العطاء وأقدر أستمر. موقف غريب صار معي بالدمى، صار طبعاً صار في مواقف غريبة بالدمى. في إحدى المرات كنت أنا عم بأدي صوت شخصية سحس، يعني فبحكي إيش معلم كيفك شو أخبارك، فالشاب اللي قدامي طلع نفس الشخصية هو، معلم شو فيه في إشي، فأنا نجزت. بعدها بأسبوعين ثلاث بيجوني شباب بيقولوا لي هاي أم الشعر البنك كانت تحصر عند مين عندك؟ بقولها بقول هاي مطربة أمريكية، قلت له شو بعرفني أنا. فبتخيل إذا في كلمة واقعية بتوصف مشروع المختار أو عامر الطاهر، فهي أكثر من التحدي هي الإصرار، إصراري على الشيء، إصرارنا على الشيء هو اللي خلانا نصنع منه اللي أنتم شايفينه اليوم. الآن يجب أن تؤمن أنك الأفضل في هذا المجال الآن، وأرسم كل يوم لو مجانا. فمن 2011 هاي النصيحة، 2015 كنت في البرتغال ومثل الشرق الأوسط عن فن الكاريكاتير.